أقسم بالله العظيم، بعد أربعة أشهر على تشكيلها، تجتمع حكومة التوافق الفلسطيني لأول مرة في قطاع غزة، وعلى أجندتها قائمة طويلة من المهام، أبرزها إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية وتجسيد الوحدة إداريا وأمنيا بين الضفة وغزة. قضية الإعمار قضية لها أولوية، قضية حل مشاكل المشردين من بيوتهم، مشاكل الموظفين أيضا. بدأنا بالحل وسنواصل حل هذه المشكلة، دمج مؤسساتنا، توحيد شطري الوطن ومؤسسات السلطة بشكل كامل. المشكلات القائمة توضع على جدول أعمال وتحل مشكلة مشكلة، لكن هناك حكومة اليوم في قطاع غزة لها كافة الصلاحيات وستمارس كافة صلاحياتها، وفي نفس الوقت سوف تتحمل كافة مسؤولياتها وحل مشاكل المواطنين جميعا. البعض هنا يأمل من اجتماع حكومة التوافق الأول على أرض غزة أن يتجاوز إصدار بيان حكومي اعتيادي، ليصل إلى حد التأسيس لشراكة سياسية فاعلة تسير بالتوازي مع تفعيل عمل لجان المصالحة وأهمها لجنة الحريات. لن تنجح حكومة الوفاق الوطني إن لم يدعى المجلس التشريعي للانعقاد، لأن فصل السلطات أمر مهم جدا، ولا بد من هيئة رقابية على الحكومة، وهذه الهيئة لا يمكن أن تكون فصائلية، يجب أن تكون هيئة من المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب. باختصار، التحدي الكبير هو كيف نعيد الشعب إلى الغرفة، إلى غرفة صنع القرار. فبقاء النقاط الخلافية بين فتح وحماس، وأهمها ملف توحيد الأجهزة الأمنية ودمج الموظفين الحكوميين الذين عينتهم حكومة حماس في غزة، سيعتبر ألغاما قابلة للانفجار تحت أقدام حكومة التوافق ودورها في تنفيذ مخرجات مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة الأسبوع القادم. ويأمل الفلسطينيون أن يكون الاجتماع الأول لحكومة التوافق في غزة اللبنة الأولى في بناء استراتيجية فلسطينية وحدوية تغلب العام على الخاص والفصائلي، وتعيد الحياة للديمقراطية ومؤسسات الدولة. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.